كيف الواحد ممكن يكمل طب بشري بعد الهندسة الطبية الحيوية. أنا كهندسة طبية كمهندس هندسة طبية الكلاينتس أو العملاء تاعينا هم مقدمي خدمات الرعاية الصحية. في لغط كبير بالهندسة الطبية إنه بيفكروا إن إحنا كمهندسين هندسة طبية العملاء تاعينا هو المرضى، وهذا مش صحيح. العملاء تاعينا اللي إحنا بنحاول نلاقي لهم حلول هم مقدمي خدمات الرعاية الصحية من أطباء ومرضين ومعالجين طبيعيين. فالمهندس الهندسة الطبية العملاء تاعينا هذول مشاكلهم وتحدياتهم هم الإشي اللي إحنا نلاقي لهم حلول. إذا لاحظتوا من اللي حصل مع COVID-19 الجائحة، الطلب على الهندسة والحاجة للمهندسين كبير، خاصة في مجالات القطاعات الطبية. أعتقد أنه من المستقبل الهندسة الطبية واعد. 40% من خريجي الهندسة الطبية بشكل عام في أي مكان بالعالم بكملوا طب بشري، و40% بكملوا دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وتقريبا 20-30% بالكثير بعد بيشتغلوا بالصناعات او بسوق العمل بتصميم وتطوير. طبعا في منهم مبيعات كثير وفي كمان صيانة. فهي هي معظم المجالات اللي مشتغل فيها. انا واحد من الناس اللي بحب الطب البشري، وكنت حاب انه مثلا دائما اتعامل مع المرضى، وهدفنا احنا كمهندسين وحتى اطباء اي شخص يعيش فتره اطول يعيش منتج بشكل اكبر ومستقل، خاصه الناس اللي عندهم اعاقات، كمان انه يضل بشكل صحي يكون حياته صحيه. ففي شغلات كثير ممكن نعملها احنا حتى نساعد الناس هذول. انا بدي هلا انتقل لشغله انه يعني ايش الفرق بين الهندسه الطبيه الحيويه مثلا بالولايات المتحده الامريكيه ومناطق الشرق الاوسط شمال افريقيا. انا بتمنى انه بالمستقبل انه نشوف التقارب بين النموذجين. انا حكيت لكم في البدايه 40% من مهندسات ومهندسي هندسه طبيه حيويه بيكملوا طب بشري، و40% بيعملوا دراسات عليا، او 20% او 30 بالماكسيمم بيشتغلوا بالسوق العمل. هذا ركز على اللي بيكملوا طب بشري. في الولايات المتحده الامريكيه اي واحد بيدرس طب بشري لازم في البدايه يخلص بكالوريوس قبل ما انه يقدم للطب البشري، فبتلاقيهم كملوا بكالوريوس بيولوجي أحياء، بكالوريوس كيمياء، بكالوريوس حتى فنون، بعدين بيجي بيعملوا امتحان حتى يدخلوا كلية الطب. يعني ما في حدا بدخل زي منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا من عمره 18 سنة على كلية الطب. اللي بدرسوا هندسة طبية حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة البكالوريوس بدرسوا مواد تأهلهم أنهم يقدموا امتحان مشان يدخلوا كلية الطب. يعني إذا واحد درس فنون في الولايات المتحدة الأمريكية هو حاب يدرس طب، خلال فترة البكالوريوس لازم يأخذ مجموعة من المساقات أنه حتى يكمل يدرس طب بشري. في الهندسة الطبية الحيوية في مجموعة من المواد، إذا أنت بتدرس هندسة طبية حيوية الآن في أي مكان منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، دائما حاول أنك تأخذ المواد هاي بالبكالوريوس. أنت بتعرفش متى ممكن تسنح لك الفرصة أنك تكمل طب بشري، وراح أعمل يعني لقاءات ثانية أنه كيف الحكي هذا ممكن ينعمل. في الولايات المتحدة الأمريكية يعني خلال الفترة الماضية تم عمل كليات طب بشري هندسية في جامعة في إلينوي، University of Illinois at Urbana-Champaign، عملت أول Engineering Based Medical School، أول كلية طب بشري تعتمد على الهندسة، يعني كلية طب بشري هندسية. فإحنا بدنا اللي بدرسوا طب بشري أنه يكونوا مهندسين في البداية، لأنه معظم الأشياء اللي مستخدمها والأجهزة والمعدات والتقنيات والأتمتة كلها بحاجة لمعلومات هندسية وتقنية. إذا بتشوفوا على الشاشة اللي أنا حاطها هذا الموقع تاع الجامعة University of Illinois at Urbana-Champaign اللي عملت أول Engineering Based Medical School بالجامعة اللي أنا بدرس فيها. لما صممت لهم البرنامج الهندسة الطبية الحيوية صممت البرنامج بحيث أن يكون في مجال واحد أنه يكمل طب بشري شو هي المواد اللي يأخذها ويكملها مع مواد الهندسة الطبية الحيوية، وإذا واحد بس بده يركز على الهندسة الطبية لحالها إيش يعمل. إذا أنت كنت واحد من الأشخاص هتميه بالطب البشري وحاب تدرس طب بشري، الهندسة الطبية الحيوية هي البوابة إليك تعمل هيك. فاللي صممته البرنامج إنه واللي موجود بجامعة ماونت يونيون إنه إحنا الطلاب بدرسوا هندسة طبية 4 سنوات، عدد الساعات تاعت الهندسة الطبية 130 ساعة، لكنهم بياخذوا كمان 15 ساعة اللي بتأهلهم مشان يعملوا امتحانات يدخلوا كلية الطب. لازم بكالوريوس بالبداية تأخذ مواد خاصة بعلم الأحياء والبايوكيمستري، بعدين بروحوا بيعملوا امتحان. الامتحان هذا بتعمله جهة مستقلة، ونتائج الامتحان هذا مع الهندسة البكالوريوس بيقدم الطالب لكلية الطب. فهاي الجامعة اللي عملتها University of Illinois at Urbana-Champaign تأخذش غير مهندسين، يعني ما بتأخذ حدا يكمل طب إلا مهندسين بالعادة. فأنت إذا كنت مهندس وكنت مبسوط على الهندسة الطبية وبتعمل وجيد، يعني بتعمل كويس بالهندسة الطبية وحاب تكمل طب، في طريق انك تعمل الحكي هذا. هلا انا الويب سايت هاد تقدر تشيكوا عليه وتشوفوا ايش اللي بتعمله الجامعه هاي، وفي مجموعه يعني مجموعه من الجامعات اتوقع 3 أو 4 بلشت تعمل هذا التراك، ويا ريت نشوفه منطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا. يعني خلصت بكالوريوس هندسه طبيه، اخذت مواد بتاهلك انك تعمل امتحان لدخول كليه الطب. يعني بعد ما تعمل ما تخلص الهندسه الطبيه خلصت المواد هاي، عملت امتحان كليه الطب، بعدين بتاخذ الامتحان نتيجه الامتحان او شهاده البكالوريوس تاعتك، وبعدين بتقدم لكليه الطب. بهيك بيعملوا بالولايات المتحده الامريكيه. فاللي بصير انه انت بتعمل ابلكيشن، بتعبي طلب وبتكتب رساله ليش انت بتدرس طب، وبعدين لازم تقدم لهم اثباتات انه انت شخص مميز
بخدمة المجتمع وخدمة الناس، وانت شاركت في جمعيات وشاركت في فعاليات. هاي شغلة كثير مهمة انت كمهندس هندسة طبية انك تركز عليها اذا انت حابب تكمل طب بشري. انا راح احكي لكم عن الخطة تاعية الهندسة الطبية في الجامعة اللي انا بشتغل فيها، وانه كيف ممكن انتم تعملوا شغلة يعني مشابهة اذا انت مهندسة طبية حيوية او مهندس هندسة طبية حيوية وتدرس بكالوريوس. الان فرصتك انك انت تعمل تاخذ مجموعة من المواد بتأهلك انك تعمل امتحان وبعدين تدخل في كلية الطب. فالمواد اللي انت لازم تاخذها زيادة على تخصصك، بغض النظر انه انت في اي دولة وايش البرنامج تاعك اللي انت تدرس فيه، لازم تاخذ inorganic chemistry اللي هو الكيمياء الغير عضوية. هاي اذا انت تدرس هندسة طبية لازم تاخذ هاي المادة، ولازم تاخذ اورجانيك كيمستري يعني الكيمياء العضويه المساق الاول والكيمياء العضويه المساق الثاني. هذول صاروا ثلاث مساقات. وطبعا تاخذ البيولوجي اكيد برنامج هندسه طبيه تدرس فيه في اي مكان، منطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا لازم تاخذ علوم احياء. لكن راح نركز اليوم على الاشياء اللي انت لازم تدرسها حتى تاهلك انك تعمل امتحان تكمل طب بشري بعد البكالوريوس. فاول واحد منهم اللي هو الكيمياء الغير عضويه، الكيمياء العضوية المساق الأول، الكيمياء العضوية المساق الثاني، وكمان لازم تعمل بايوكيمستري الكيمياء الحيوية، وكمان لازم تأخذ أناتومي أند فيسيولوجي 1 اللي هو علم الوظائف وعلم التشريح المساق الأول، وكمان أتوقع بطلبوا منكم كمان في الوطن الأمريكية بدهم أناتومي أند فيسيولوجي 2 لازم يأخذوها الطلاب. وفي كمان شغلة مهمة بطلبوها دائما حتى تكون انت جاهز، انا بحكي عن السيستم في امريكا، لكن السيستم هذا ممكن تلاقيه في نفسه في دول في امريكا اللاتينيه او في دول قريبه بنظامها من النظام الامريكي. وكمان بطلبوا منك انك تاخذ لغات، وبطلبوا منك اثبات تاخذ اخذت مواد سايكولوجي اللي هو علم النفس. ساعتها بعد ما تاخذ هاي المواد كلها بتكون انت خلصت هندسه بكالوريوس هندسه طبيه حيويه. اذا انت ما حبيت الطب البشري او ما حبيت المواد الطب البشري، خلاص انت معك شهاده بكالوريوس بتدور على عمل بشهاده الهندسه الطبيه الحيويه. اذا انت ابدعت بالمواد هاي الزياده اللي هو الاورجانيك والاناتومي والفسيولوجي والانورجانيك كيمستري والاورجانيك كيمستري، وشفت حالك ان انت مبسوط على التخصص هذا، ممكن تعمل امتحان حسب مين الجهه اللي بدولتك بتعملها وبتعمله وبعدين بتقدم لكليه الطب. انا من الناس اللي بدعموا الفكره انه اللي بدرس طب بشري رأيي إنه يكونوا خلصوا بكالوريوس بالبداية، أي يعني بحسب التخصص بدهم إياه، بيكونوا أخذوا المواد اللي بتساعدهم على عمل امتحان شامل لدخول كلية الطب. لما يقدموا لكلية الطب راح يقدموا يعني كثير معلومات وابليكيشن، وهي مش بس علامات اللي أخذوها. لكن أنا رأيي إن في المستقبل أفضل الأطباء هم يكونوا هندسة طبية حيوية. فأنا من الناس اللي بتدعم الفكرة هاي، أنا شايف إنه هيك راح يكون كثير يعني إذا حدا بلش يحط خط طلاب الهندسة الطبية الحيوية حطوا خطتهم بالطريقة هاي، إذا هم بحبوا الطب البشري بيعملوا هيك. في ناس كثير مش راح تحب الطب البشري، ممكن ما تكمل يعني شوف إنه أخذت المواد يعني حبت تضل بالهندسة والمجال الهندسي وما لها تكمل طب بشري أو تكمل دراسات عليه. مرة تانية أنا أهلا وسهلا فيكم في القناة الخاصة، أنا بحكي فيها دائما بشغلات بتخص الهندسة الطبية الحيوية، مواضيع هندسية، وأي مثلا بجاوب على استفسارات تعيدكم. إذا بيعجبكم المحتوى هذا دائما لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. إذا تخصصكم هندسي أو أنكم بالهندسة الطبية الحيوية في مواضيع كثير رح نحكي عنها وحاب إني أشارك المعلومات فيها. شكرا لكم للمتابعة ونلتقي في لقاء آخر، مع تحية.